حقيقة يوم أمس الجلسة شهدت العديد والكثير من الأمور والأحداث التي حصلت وتغيير رئيس السن وغيرها من الأمور ودخول أعضاء حركة امتداد والتي تعتبر منذ عام 2003 وحتى الآن كما صرحوا وقالوا هم قوة معارضة تعتبر أول قوة معارضة داخل قبة البرلمان. كان انطباع الشارع الذقاري على أحداث يوم أمس وبعض الأمور التي حصلت منها دخول الكتلة الصدرية بالأكفان ودخول يعني حركة امتداد بالتوك توك واعتبرها أنها يعني بعض المشاهد التمثيلية التي لا تقدم شيء للمواطن ولا تخدم المواطن. المواطن يريد تشريع قوانين تمس حياته بالشكل المباشر، تشريع قوانين معطلة منذ سنوات طويلة ترتقي بالواقع الخدمي والاجتماعي والتربوي والصحي والعديد من الأمور. هذه القوانين يريدها المواطن أن تشرع وأن تسن هذه القوانين، لا بهذه التي وصفوها الشارع الذقاري بالحركات التي لا تغني ولا تسمن من جوع. وأيضا هذا ما حصل، يعني هذا ردود أفعال الشارع في بداية الدخول للبرلمان، لكن مع الأحداث التي حصلت ومع الترشيح هنا هذه النقطة أثارت يعني كثير من الجدل الواسع. شاهدنا تراشق، بعض التراشق من بعض الأسماء الكبيرة على السوشيال ميديا بما يخص ترشيح النائب الأول من قبل حركة الامتداد. البعض برر، وأنا تحدثت مع أحد الناشطين الذي اتصل بشكل مباشر بالشبلاوي وقال له نحن رشحنا حتى نقصر طوق المحاصصة ما بين الأحزاب وحكرا لهذه الشخصيات والاتفاق المسبق. الجميع يعلم زميل العزيز أنا يوم أمس صباحا علمت أن الحبوس سيكون رئيس مجلس النواب وحاكم الزاملي هو النائب الأول، يعني منذ صباح يوم أمس قبل التصويت. فالشبلاوي قال نحن لكسر المحاصصة، طيب. لكن الأسماء البارزة في ذيقار لم تقتنع بهذه الكلمة وقالوا كان الأجدر أن يرشح مع رئيس مجلس النواب وهي معروفة أنها حصة المكون السني أو مع النائب الثاني لتكون كسر المحاصصة بشكل رئيسي. لذا يعني بصورة عامة بنسبة متفاوتة تصل لأكثر من 70 إلى 80% من الشارع الذقاري يوم أمس غير مقتنع بما حصل.